جماعة، كيفكم؟ أخباركم؟ طمنوني عنكم. إذا أول مرة بتشوفوا على القناة، أول مرة بتشوفوا الفيديوهات تبعي، ما تنسوا في زر اشتراك هون، اكبسوا في حده زر الجرس، اكبسوا تيوصلكم كل فيديو جديد عم ننزله. سبسكرايب، تفعيل زر الجرس، وأكيد ما تنسوا لايك وتشير للفيديو. بعد في شغلة، لكل مين حابب يتعلم وصفة جديدة أو عنده وصفة حابب يعرف أنا كيف أطبخها، حط لي إياها بالكومنتات. أنا عم بقرا كل الكومنتات وعم برد عليهم كل كومنت. كومنت يعني تعليق يا جماعة، أوكي؟ فحط لي إياها بالكومنت، نحن ننزل إياها بفيديو جديد إذا قلنا رد. الفيديو تبع اليوم جاي من محل شوي بعيد عنا، في سفر بالموضوع، يعني جاي من الأردن. طبعنا اليوم هو المقلوبة الأردنية، المقلوبة الأردنية على طريقة الشيف جورج رعد. اليوم رح نعمل المقلوبة الأردنية بس رح يكون معها شي، خلوكم معي لآخر الفيديو تتعرفوا شو هو هذا الشي. وقت نقول مقلوبة أردنية بدنا نفكر أول شي بالدجاج. اليوم أنا جايب كوكتيل صدورة مع فخاد، فيكم تعملوها فخاد لحالة وفيكم تعملوها صدورة لحالة. أنا اليوم مستعمل كيلو دجاج بين صدورة وفخاد، أوكي؟ أول شي نبلش فيه إنه نسلق الدجاجات نص سلقة، انتبهوا منيح، نص سلقة مش سلقة كاملة. ليش؟ هلا بتعرفوا بالفيديو الأخير. رح نحط لهم مطيبات سلري أو كراف، سكرات، توم، أنا حاطه بقشره، زنجبيل كمان بقشره بيعطوكم نكهة، بصل، جزر، عندكم عود قرفة، ورق غار، وملح، بهار أسود، وجوزة الطيب. نحطهم على النار ومنكفي الحلقة. وهلا وهو الدجاج عم بينسلق معنا على النار، رح نحضر الخضرة لطبختنا اليوم. بدنا باذنجان، باذنجان تقريبا بدكم كيلو باذنجان للطبخة، منقشرها ونقطعها بهالطريقة. ما قلنا اياها كتير سميكة ولا كتير رفيعة. من بعد ما قطعنا الباذنجان نعناه بالماء والملح تما يطبخ معنا. هلا صدور البطاطا كمان بنقطعه روندريت، أكيد أنا شريت البطاطا قبل بوقت. نحن اليوم استعملنا تقريبا نص كيلو بطاطا مع كيلو باذنجان، هدول المقلوبة. يرجع عنا الزنجبيل منقطعه مكعبات، عم قطع قدامكم بس تتعرفوا كيف الطريقة. برجع كفي تحت الهواء. طب الزنجبيل ما بدنا نكتر كتير لأنه بيعطيكم طعم حدودة بالأكل. هلا اللي بيحب طعم الحدودية بالأكل صار شي تاني. وهلا من بعد ما قطعنا البطاطا والباذنجان صار الوقت انه نقليهم بالزيت. هلا صارت البطاطا جاهزة عنا، شفتوا كيف طالع لونها؟ شي بشهي. نرجع نسقط من بعدها الباذنجان تنقليه. أكيد الباذنجان هون بنكون صفيناه من المي،
والملح كله انا عينه فيه. وهول الباذنجانات عم بيخلصوا معنا، شفتوا كيف صار لونهم؟ نرجع نسقط من بعدهم الدجاج ونقليه. وهلا من بعد ما سلقنا الدجاج نص سلقه بدنا نقليه تياخذ لون. اذا انتبهتوا انا بلشت اقلب البطاطا، رجعت بالباذنجان، رجعت هلا بالدجاج. ليه؟ لان اول شيء الزيت بكون بعد ما بيكفى البطاطا، يرجع من بعد البطاطا نقلب الباذنجان، واخر شيء بنقلب الدجاج بكون الزيت هون بطل نضيف. مقلوبة يعني اكيد فيها رز. انا اليوم مستعمل الرز المصري او الرز الحبة الصغيرة. هدول الرزات صولتهم او غسلتهم قبل بوقت وصفيتهم منيح من المي. هلا بدنا نتبلهم لنرجع نحطهم بالطنجرة مع الغراض اللي عملناهم قبل ونطبق الطبخة. تتبيلة الرز بدنا الزنجبيل اللي قطعناه تذكرتوه، نحطهم معهم. وهون انا مستعمل هيل نايم، سبع بهارات، جوزة الطيب، قرفة، وعقدة صفراء او كركم، وملح. نحطهم معهم ونخلطهم. وهلا وصلنا على تطبيق الطبخة. تتذكروا الدجاج اللي قلتلكم من اسلقه نص سلقة ورجعنا قليناه تا ياخد لون؟ هلا رح نحطه بكعب الطنجرة هو ذاته. شفتوا ليش كنت عاملكم بأول الفيديو انه ما بدنا نسلقه سلقة كاملة؟ لأنه رح يرجع ينطبخ معنا طبخة كاملة. بعد الدجاج تتذكر الباذنجان اللي قليناه بدنا نصفه على الداير. هلا من بعد ما صفينا الباذنجان والبطاطا بدنا نحط فوقهم الرز، الرز اللي عملنا له الخلطة الكركم او العقد الصفرا مع البهارات. اكيد بنسده شوي يعني بنجلص له راسه شوي. من بعد ما نسقط الرز بنسكر الباذنجانات عليه. شايفين كيف عم بعملهم بهالطريقة؟ هلا طيب يا جماعة، هلا نحن يوم سلقنا الدجاج يعني عنا مرقة الدجاج او المي السلق تبع الدجاج. انا اليوم مستعمل كوبين ونص رز، يعني بدهم تقريبا 5 أكواب مي من مرقة الدجاج، ما يعادل لتر وكباية، لتر و 250 جرام. راح نحطهم فوقهم
اوكي يا جماعة، طبختنا هون صارت جاهزة، بس بدها تنحط على النار. الطنجرة بتنحط على النار قوية لتغلي، بترجع بتخفف تحتها وبتنترك تقريبا شي ربع ساعة تكانت استوت حبة الرز معنا، وبنشيله وبتشوفوا معي شو حنعمل. وهلا اجا وقت الشي اللي وعدتكم فيه بأول الفيديو. الشي هو عبارة عن صوص رح تتقدم حد المقلوبة. بعرف عادة تنعمل مقلوبة بلا صوص، بس أنا حبيت أحط لمساتي فيها وأقدم صوص حدها، هيك اللي بيحب في زيت صوص على الرز وياكل. خلونا نبلش. هون حاطين ملعقة زبدة تنعمل الرو، بلش تدوب الزبدة معنا بدنا نزيد فوقها ملعقتين طحين. هنا حضركم انت ياخدوا لون البهارات اللي رح نستعملها للصلصة اليوم، هي ذات البهارات اللي استعملناها بقلب المقلوبة. أهم شيء العدس الصفرا، هون حسب انتو رغبتكم قديش بتحبوا البهارات كتيرة أو قليلة. سبع بهارات، قرفة، بهار أسود، مع الصلصة نحن حنستعمل مرقة الدجاج اللي كنا حطيناها مع الطبخة تعطونا نكهة طيبة بالآخر. شفتوا كيف تلون معنا الطحين هون؟ بنحركه شوي تتحمص أكتر مع البهارات. بنبلش ننزل المرقة الفاترة اللي بيتذكر كيف عملنا. هون بنبلش ننزل مع بعض المرقة الفاترة اللي بيتذكر كيف عملنا البشاميل بال معكرونة. على نفس الطريقة عم نشتغل، بس اليوم اكيد بلا حليب، بس عم نعمل صوص. وهي صلصتنا صارت جاهزة، نقدمها حد المقلوبة وقتها تخلص. مقلوبتنا على النار وقتها تخلص نرجع لكم ونفاجئكم كيف بنقدمها. يا جماعة تنوع بالمقلوبة، بدنا صينية فلات أو جالسة. إذا ما عندكم صينية فلات أو جالسة، أنا اليوم عم بستعملكم صينية الفرن. شفتوا حفتها؟ فأنتم ما بتقلبوها بقلبها، بتقلبوها على كعبها. لاحظتوا كيف حطيتها انا؟ يلا خلونا نبلش. بنقول يا رب بدها خبطتين تنزل. بعد ما قلبناها يا جماعة بدنا نحط لها اكيد القلوبات. انا اليوم عم بستعمل لوز، كان عندي لوز ناي حمصته. فيكم انتو تستعملوا اللوز القلوبات اللي بدكم اياها، مش اللوز اللي بدكم اياه. حطيت شوية على الدايرة اللي عم تلاقي عندي شوية سبيس، شوية مساحة على الدايرة زين فيه. وكمان عم بستعمل الفستق، كان ناي مش مملح.
كمان حمصته، فيكم تقلون وفيكم تحمصوهم بالفرن مع شوية زيت أو بالمقلاية بكل بساطة. مثل ما قلت لكم أنا اليوم استعملت فستق ني ولوز. الفستق بيعطيها نكهة كتير طيبة مع القلوبات، وانتو فيكم تستعملوا القلوبات اللي بتحبوها او متوفرة عندكم بالبيت، كاجو، فستق حلبي، جوز اللي بيحب، كل واحد حسب ذوقه. وهيدي الصوص اللي عملناها تتقدم حتى المقلوبة، اللي بيحب يزيد صوص بصحنه في يزيد، بعطيكم نكهة طيبة اكتر مع المقلوبة لانه بيجا فيها بهارات المقلوبة. كله تمام؟ لكل شخص عم بيشوفنا اياها بالكومنت، نحن ننزل اياها بفيديو جديد اذا قلنا. طيب الفيديو تبعنا اليوم جاي مشوار بعيد شوي من الاردن. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الكبسة الأردنية، بس الكبسة الأردنية على طريقتها، ايه على طريقتها. اوكي يا جماعة، هذا كان طبقنا اليوم، المقلوبة الأردنية. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. انطرونا بفيديوهات جديدة اذا الله رد.